المطلوب منا الآن أن نقوم بتبسيط أم للقوة 3 الكل تربيع على أم لإكس للقوة 3 الكل للقوة 4، ومطلوب أيضا أن نكتب الإجابة بصورة أسية، ومن ضمن المعطيات أيضا أن أم لا تساوي صفر وكذلك إكس لا تساوي صفر، فإذا كانتا كذلك فالمقام سيساوي صفر وبالتالي تكون قيمة غير معرفة، ولهذا السبب وضع هذا التنويه هنا، فكلاهما لا تساوي صفر. إذا دعونا نحاول تبسيط المقدار، دعوني أكتبه لدينا في البسط أم للقوى 3 الكل تربيع، وفي المقام أم أكس للقوى 3 الكل مرفوع للقوى 4، أو أم أكس للقوى 3 الكل مرفوع للقوى 4، أم أكس للقوى 3 الكل مرفوع للقوى 4. الآن دعونا نتعامل مع كل قيمة على حدة. ما هي الأم للقوة 3 الكل مرفوع للقوة 2؟ حسناً، إذا تم رفع عدد لقوة معينة ومن ثم رفعت المقدار كله لقوة أخرى فسيكون نفس الشيء، إذا سيصبح البسط أم للقوة 3 ضرب 2 أي أم للقوة 6. وما فعلناه هو أننا رفعنا العدد القوى 3 ومن ثم قمنا بتربيعه، وإذا فكرت في هذه العبارة أم للقوى 3 الكل تربيع لا يوجد شيء غامض يفسر سبب قيامنا بضرب الأسس، أم للقوى 3 الكل تربيع تعادل أم للقوى 3 ضرب أم للقوة 3، وفي هذه الحالة نقوم بجمع الأسس 3 زائد 3 حيث لدينا هنا 3، وإذا كان لدينا 4 بدلا من 3 نقوم بنفس الشيء أي نضربه 4 مرات، ولهذا السبب قمنا بضرب هذان العددان 3 ضرب 2 فيكون الناتج أم للقوة 6. الآن نصل إلى المقام، لدينا أم أكس للقوة 3 الكل مرفوع للقوة 4، وبشكل عام عندما يكون لدينا مجموعة أعداد والمقدار كله مرفوع لقوة ما بالتالي يمكننا أن نرفع كل عدد إلى القوة نفسها، إذا لدينا المقام أم للقوة 4 ضرب أكس للقوة 3 الكل مرفوع للقوة 4، وما قمت به هو أنني رفعت كلا المقدارين إلى القوة 4. الآن كيف يمكن تبسيط هذا المقدار؟ حسناً، البسط بقي كما هو أم للقوة 6، وسأقوم بالحل خطوة خطوة. المقام أم للقوة 4 ثم أكس للقوة 3 وهذا مرفوع للقوة 4، وما سأفعله هو أنني سأضرب الأسس هذه 3 ضرب 4 فيتكون لدينا أكس للقوة 12، إذا أم للقوة 4 ضرب إكس للقوة 12، ولدينا في البسط أم للقوة 6 وفي المقام أم للقوة 4، فيمكن كتابة هذا كالتالي: أم للقوة 6 ضرب أم للقوة ناقص 4، لكننا نعلم أو أتمنى أنكم تعلمون أن هذا يمكن، إذا هنا يمكن تبسيطه ليصبح أم للقوة 6 ناقص 4، وهذا يساوي أي أن البسط سيساوي أم للقوة 6 ناقص 4 ويساوي أم تربيع، وهذا هو تبسيط المقدار. ولا زال لدينا في المقام إكس للقوة 12 أكس القوة 12، انتهينا من المسألة هكذا. وإذا كنا لا نريد أي قيمة في المقام فيمكننا أن ننقل أكس القوة 12 من المقام لتصبح أكس للقوة ناقص 12 في البسط، وبالتالي يكون المقدار بهذه الصورة أم للقوة 2 أو تربيع ضرب أكس للقوة ناقص 12، وأي من هذه الإجابات ستكون صحيحة ومقبولة.